عم القبضه دلوقتي يا عبد سلام. دورت الدنيا يا اخوي، كنت قلت انك جاي كنا ذبحنا ذبيحه والله. اخبار الشغل ايه؟ كله زين. خلص من بكرة اي رد فعل. انا اكلمك على اللي عملته في ابوه. لا غريبة. كيفك الميري؟ اخبار الدنيا معاك ايه يا اخوي؟ خير. اسمع الميري، على طول الوقت بشوفك كيفك كيف اخوي، خليك عارف. قول الكلام ده ليه؟ كيفك يا غفران بيه؟ كيفك يا راضي؟ يا معلم نميري، محتاجينك تورينا هنبني المخزن اللي قلت لنا عليه فين؟ بعد اذنك اوريهم المخزن. يلا راضي. ظنن سوء في الميري يا اخوي؟ بالعكس، انا ظنن فيه الخير. لو كنت ظنن فيه السوء ما كنتش قلقت عليه. بس اني السوء واني الخير؟ اللي يفضل بقى علينا هو السوء ولا الخير؟ ولا يحن لاخوه هو السوء ولا الخير؟ يعني الميري ممكن يبيعنا عشان خاطر اخوه؟ وهيبقى قلبه متقطع 100 حته عشان بيحبنا بجد. بس هيعمل كده. نمير ابن حلال واصيل، وده ياكد لك ان دلوقتي او بعد شويه هيروح في صف اخوه. طب هنخلص من عساف ونقفل كل البيبان دي؟ هنخلص منه، بس نعرف مكان امك الاول. ساك فاكرها عايشه؟ عايشه وهوصل لها.